نعم، هل تعتقد دكتور حمزة أن هناك تنسيقا بين تنظيم الدولة وما بين أحمد مسعود أو جماعة أحمد مسعود وأنصاره؟ ما أدلة إلى الآن دامعة على هذا الأمر، لكن غير لا نستبعد هذا الأمر، لأن القاعدة الأساسية في الحروب مثل هذه تقول أن عدو عدوي صديقي. جماعة المقاومة الشعبية، ما يعرف بالمقاومة الشعبية تحت قيادة أحمد مسعود، أعضاء لطالبان وحكومة طالبان وتنظيم الدولة دولة طالبان وحكومة طالبان، فرب في مصالح بين هذين الجماعتين رغم يعني البعد الشاسع والكبير ايديولوجيات هاتين الجماعتين، لكن هناك انتقال المصالح على الأرض، فلا نستبعد التنسيق بينهم.